واقف واقف انتبه. خير شوفي لك شو شوفي؟ ما لك شايف شو في قدامك؟ طلع شوفي. ها ما بعرف. طيب انزلي شوفي شو هاد، شو حاطين هون بالطريق؟ لا شو انزل، انا زل انت. ها طب تعي ننزل سوا، بلكي في شي خطير. زي معي شو رأيك؟ طيب يلا صف على اليمين خلينا ننزل. تمام اتفقنا. زل شو؟ لا انت افتحها. طيب ماشي راح افتحها. شوفي شو شوفي، كابين عينين زبالي هون حاطينا بنص الطريق. الله لا يوفقه اللي كان بولك، الله لا يعطيك العافية. عطلتنا عن شغلنا، فكرت في شي طلع زبالي. امشي 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 شيلك الطريق. عايفين ما لنا علاقة، خلي يجي غيرنا يشيله، الزبال بيشيله، صاحبه بيشيله، نحن ليش لنا علاقة؟ امشي اطلعي اطلعي لكانا وقتنا. شو هذا؟ شو هاللي تزوق هاد؟ كبين الزبالة بنص الشارع؟ يا جماعة عن جد هذا اللي كابب الزبالة بنص الشارع فعلا ما فيه أخلاق. ما بعرف شو بدي أحكي يا رجل، الناس بلا ذوق. شو هاد اللي كابينه بالطريق؟ خليني روح شوف شو. وسخ؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بس مصاري؟ لك مين حاط المصاري تحت الزبالة؟ أنا يا أختي أنا حاطط لهم المصاري. أنت؟ طب ليش حاط المصاري تحت الزبالة ولها حق كابب الزبالة بالشارع؟ أنا حطيت هالزبالة في الأرض، عم بعمل اختبار لشوف مين من هالناس رح يعدي ويشيل هالزبالة من الطريق بدون ما حدا يحكي، يعمل خير بدون مقابل، لهيك أنا حطيتها هون. آه فهمت عليك. طب تفضل أخي، هي مصرياتك، خليني أحكم بالزبالة أنا. لا يا أختي هدول المصاري ضلوا إلك، أنت بتستاهليهم. ليش يا أخي؟ معقولة تعطيني 10,000 دولار بس من لأني بدي كب زبالة؟ لا مو بس مشان لأنك بدك كب زبالة، لأنه أنت عملتي خير وما عاتبتي ولا انتظرتي مقابل. أكيد يا أخي، أي حدا ما كان رح يعمل نفس الشي، كلياتنا نخاف على نظافة بلدنا. لا مو كلهم مثلك، كلهم بدي أسألك سؤال، أنت شو اللي خلاك تشيلي؟ فعل الخير ما بده طلب يا أخي، أنا شلت خفت أن تجي شي سيارة تنأذى منه. برافو عليك يا أختي، لهيك أنا أعطيتك إياهم، من يفعل خيرا يلقى خيرا، تستاهلي. الله يجزيك الخير يا أخي ويعوضك كل قرش بعشرة. أنت بتعرف قدي أنا كنت محاجتهم؟ كتر خيرك يا أخي، ربي يرزقك يا رب. ليش يا أختي؟ لشو أنت بحاجتهم؟ ابني بده عملية يا أخي، كنت عم بشحت بالشوارع لحتى أمن حق عملية ابني، لأنه ابني وضعه كتير صعب،
وكتر خيرك، الله بعث لي اياك ورزقني فيك. شكرا كثير يا اخي، ربي يرزقك. حسبي الله ونعم الوكيل يا اختي. خير، انا رح اروح معك هلا ونعمل له العمليه لابنك. من عدا هدول؟ لا يا اخي هيك كثير، لانه العمليه بتكلف. شو ما تكلف تكلف يا اختي، برجع بقول لك من يفعل خيرا يلقى خيرا، وانا مستعد شو ما كلف رح اسوي لك العمليه ان شاء الله. مشي معي. كتر خيرك يا أخي، كتر خيرك يا رب. أتمنى منك تضغط زر لايك، ما رح تخسر شي، وتكتب بالتعليقات كلمة ما شاء الله، وشارك الفيديو أهم شي، اعكبوس زر المشاركة تحت وشاركها مع أصدقائك.